السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا فعلت جماهير الأهلي السعودي بخصوص اللاعبين الجزائريين رياض محرز ورياض بوتبوزة. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. إذن انضم النجم الجزائري ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي السابق رياض محرز إلى نادي الأهلي السعودية في صفقة قدرت بأكثر من 30 مليون يورو. وشارك النجم الجزائري رياض محرز في أول مباراة ودية مع الأهلي السعودية في معسكرهم التدريبي بالنمسا. وشارك رياض محرز منذ بداية المباراة قبل أن يفارد المباراة في الدقيقة 60 من المباراة. وأصدر جماهير النادي الأهلي السعودي اليوم تصريحات ومنشورات بأنهم يحضرون في أغنية خاصة لرياض محرز ورياض بودبوزة تحمل اسم شكون أنتم بكلمات جزائرية وألحان سعودية. وهنا أعزائي المشاهدين، شاركونا أنتم بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.